أوضحت إمارة منطقة عسير أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع الأطراف وإحالة القضية لجهة الاختصاص.